ما سألتش نفسك قبل كده ليه الحصان بيحطه على عينه الشيء ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه جديد في القناة دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. مبدئيا كده الشيء ده اسمها الغمامة، ولو الحصان ما لبسهاش مش هتتوقع اللي ممكن يعمله. وطبيعة الحصان هو يقدر يشوف اللي وراه واللي حواليه، وعشان يحمي نفسه من أي خطر عليه أو على اللي حواليه لازم يكون لابس الغمامة دي، لأنه كمان بينتبه لكل حاجة بتحصل حواليه، فده بيعمل له قلق وتشتت في مخه، فبالتالي بيتحرك بطريقة عشوائية تخليه يأذي نفسه ويأذي كل اللي معاه. فعشان كده اخترعوا ليه حاجة اسمها الغمامة تخليه يشوف الطريق اللي قدامه بس. ولو أول مرة تعرف المعلومة دي ما تبخلش علينا بلايك للصفحة واشتراك للقناة، وهي دي المعلومة اللي في الزتونة.